أود أن تنصح النساء في اليمن، النساء المتبرجات لكونهن مسلمات، لأن 90% يخرجن إلى السوق كاشفات رؤوسهن وشعرهن، وليس عليهن شيء من الحجاب سوى الثياب الضيقة، وجعلنا الآن يتسابقن إلى هذا الأمر وهذه المصيبة في المدن. أرجو أن تتوجهوا بنصيحة وبطريقة أخوية إسلامية، لعل الله أن يستجيب لكم، جزاكم الله خيرا. المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وقد أعطاها هذه الرعاية الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله الأمين وأخبر أنها مسؤولة عن هذه الرعية. فإذا كان الراعي منحرفا فاسدا مستهترا بالقيم والأخلاق فإن الرعية تضيع لا محالة. إن المرأة الأمينة ربة بيت وصاحبة كرسي مملكة وسرير زعامة ورئاسة في بيتها، هي ربة المنزل وهي أم القادة وهي خزينة أهل العلم والصلاح والتقى والقيادات الحكيمة. والمرأة الكريمة لا ترضى أن تمتد إلى محاسنها النظرات الشرسة ولا أصحاب القلوب المريضة، تحفظ نفسها وتكون أفضل الكنوز في بيتها. المرأة الصالحة خير كنز يكنزه المؤمن، وهي التي إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إن النساء ضعيفات فيما يتعلق بالجمال والمظاهر، تستهويهن المناظر الخلابة ويخدعهن مدعي الحسنى والجمال فيهن، يخدعهن الرجال الظلمة والنساء الفاجرات، فيحسن الأسر وفتيات المسلمين طوق أهل الفساد والقباحة. نصيحتي لبنات اليمن ولكل بنات الأمة الإسلامية أن ينظرن إلى ماضيهن وماضي أسلافهن من نساء هذه الأمة اللواتي كن خير أوكار تربى فيها أفراخ البوزات وأشبال الغزات وأسود الغاب. أما إذا استحرينا الميوعة وتلذذنا بالتهتك ونبذ الحياة وتسكعنا في الأسواق وزاحمنا الفسقة في المناكب والأقفية والصدور، فأي فلاح ترجوه الأمة من كن فقد كثيرا من أخلاق الإسلام وترحل عنه أجل صفات المؤمنين من الحياء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن سلب الحياة فقد سلب الخير. إن نصيحتي للمسلمات من أمهات وأخوات وبنات أن يتقين الله وأن لا يرضين لأنفسهن بمشابهة الفواجر والكوافر من نساء الشرق والغرب، وأن يرعين لهذه الأمة حرمتها ويحافظن على كرامتها. فإن الرجل أيا كان إنما يريد من المرأة أن تكون لعبة له ودمية يقلبها كيف شاء، يخدعها بقوله حسنا ويلعب بها ويعبث عندما يثني على جمالها ومظهرها وتحررها. ماذا تقول المرأة المسلمة إذا نبذت أخلاق الإسلام، إذا حضرها ما يحضر بني البشر من النزع والإقبال
والقدوم على الله جل وعلا. ماذا تقول في حفرتها إذا جاءها السؤال عن الإسلام كيف فعلت، وعن نبي الإسلام ماذا عملت بأوامره، وعن رب العباد جل وعلا إذا سئلت عن ربها ودينها ونبيها صلى الله عليه وسلم، أتقول إنها تخلقت بأخلاق ربات الأزياء في باريس وغيرها، أم تحلت بحلى أحلاس الشيوعية الحمراء، أم تخلقت بأخلاق أهل الوثنية والفجور والجاهلية الأولى؟ إن على المرأة أن تخاف الله وتربي عباد الله وتحفظ للرجال بيوتهم وتصون لهم فرشهم وتنشئ ناشئة صالحة ترجو الله وتخافه وتطمع في ثوابه ونصرته، والله أعلم.